يلا جيل اللي مع ولاعه اللي مع الولاعه الله يهديك يا علي نسيت الولاعه معي ولاعه الطبخ هذه ولاعه الطبخ هذا شوف ولاعه الطبخ شبه بس مدفى يا ابن الحلال يلا يا شباب يلا يا شباب ارجع وين قدور وش تبون بس يلا خلونا نضبط احنا وش تبون خلونا شيء دقيقه واخذنا الحصان شباب واخذين كل شيء شباب يا شباب قدرنا قدرنا هذا ما عندنا قدور عند احمد عند احمد عند احمد ما يغسل القلفس والمرايين كل شيء ها عند احمد ماشي يغسل الكم احمد ما يغسل احمد الملا لا يا رجل والله يغسل قدر بس ما صدقك الحين الله يستر عليك يلا الحين انت منافس يلا شوف شوف يلا شوف تنمر شوف يلا على جدركم وجبناه يلا اشتغل ما بجدر يلا ركب وين قطع قدر لاعك عبد الله على ظروفه والله على ظروفه لاعك الطباخ زي الكبسه يا لا ما في يا عيال القلافز سامي حاطنا اليوم جيب القلافز يا عيال والله لا جاب لك زواج انت كيف تفصل يلا خلنا شيء يلا هلبس الوانه جيب القلافز يا شباب هذا البصل خذ ايش فيه كذا دايري هذا سكاكين هذا سكاكين شيء هذا خلي بيطبخ يلا ارحم ودي يلا حطونا نطبخ يلا ها الخط بينهم هذا القدر الثاني يلا يا شباب يلا شباب اللي هناك هناك يلا يلا شباب يلا يلا بخير عليك الطماط يلا حلو هنا شوف الله يلا شباب يلا ما عندنا وقت يلا فك القدر يلا لا عندهم يا عيال خل الوقت كنا شباب زيد اول مره اسمع روح مكان دقيقه لا دقيقه بس اسال سؤال اخوياك شباب معكم تحسبون مع بعض انتم ولا بتحكم اذا محرومين تعال هنا معنا تعال محرومين جايين نسولف معك صح اول شيء روح هناك من اسمع من عمر طيب شوف شوف هذه عندي ماي خلاص كشنه انا عندي فوبيا من الغاز حط بهارات شويتين ما اعرف ولا حط ملح ما تتولع ونحط ماي بس ابغانا ماي وغلايه بس هذا مش هو ذا الكلب يا تركي يا تركي ما عندي الله يصلح جيب غلايه ضبط الوضع يلا تركي الله يوفقك انا مخبي السر ذا من زمان ما شاء الله لي صراحة ما حد يشوف دقيقة اصبر يا شباب واحد يولع الغاز اكسر ولاعة تعال امسك يا علي امسك يلا اعطني الغاز اللي مولعته امسك يا ركان يلا يا شباب يا عيال الغاز وين قوي اكو تلاميذ نسمقونا يا فرحي شنبه يا مسك ولع النار ولع النار ما في ولع ولع ها كلها عند تعال هنا تعال